السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا طلبتنا الأعزاء بنكمل محاضرات مساق محاسبة التكاليف أو محاسبة التكاليف الصناعية لأنها أكثر استخدامها في المنشآت الصناعية. وصلنا لعند الفصل الرابع أو الوحدة الرابعة اللي هي تتعلق بتكلفة المخزون، تكلفة المخزون أو تكلفة المواد المنصرفة من المخزون. طبعا احنا بنعرف انه هو في التكاليف التصنيف النوعي للتكاليف في تكلفة مواد، تكلفة أجور، تكاليف صناعية غير مباشرة. فاحنا اليوم نتكلم على تكلفة المواد اللي هي عادة في الهيكل التكلفة بتمثل الجزء الأكبر من التكلفة، الجزء الأكبر من التكلفة. عشان نحتسب تكلفة المواد المنصرفة من المخزون اللي هي المواد الخام اللي استخدمت في العملية الإنتاجية في عملية التصنيع، في تحويلها من مواد خام لمنتجات تامة الصنع، في عنا 3 طرق مستخدمة في تقييم وحساب تكلفة المواد المنصرفة من المخزون. الـ3 طرق احنا طبعا بنعرفهم قبل هيك لكن حناخذهم بتفصيل أوسع، اللي هي طريقة الوارد أولا صادر أولا، طريقة الوارد أخيرا صادر أولا، طريقة المتوسط المرجح. طبعا اللي هو في اختلافات بين الطرق الـ3 في المعالجة، وفي التالي في اختلاف في نتائج الأعمال أو تقييم المخزون بناء على الطريقة اللي بيستخدمها المشروع. نتكلم الآن على أول طريقة في طرق تقييم المواد المنصرفة من المخزن اللي هي طريقة الأول في الأول، طريقة الأول في الأول، First in, First out، اللي هو بنطلق بختم اختصارها بمصطلح فايفو، مصطلح فايفو اللي هو First in First out، الوارد أولا صادر أولا. بما أنه الوارد أولا صادر أولا معناته المواد المتبقية في المخزون حتكون من أقدم أو من آخر مواد وردت للمخزن، من آخر مواد وردت للمخزن، لأن المواد القديمة تم التصرف فيها وإخراجها لعملية التصنيع. طبعا في عندي اللي هو مجموعة أمثلة، نجي لأول مثال على طريقة الوارد أولا صادر أولا. في عندي مثال 5 في الكتاب اللي هو صفحة 134، بيقول لي كانت حركة الصنف صاد، أحد أصناف المخزون، أحد أصناف المواد اللي تستخدم في العملية الإنتاجية، كانت حركة الصنف صاد في منشأة موسى الصناعية لشهر مارس 2010 كالتالي: في 1/3 كان في عندي رصيد خمسة في المخزن 5000 وحدة بسعر 4 دينار للوحدة. عندي 5000 وحدة، سعر أو تكلفة الوحدة 4 دنانير. في 3/3 ورد 3000 وحدة بسعر 5 دنانير للوحدة. في 5/3 صرف للإنتاج 7000 وحدة. طبعا الوارد بحدد لي اللي هو سعر وردها، لكن الصادر لا، لأنه الصادر أنا أحسبه من خلال الأسعار اللي موجودة عندي واللي حتختلف حسب الطريقة اللي أنا بستخدمها. هل أنا بستخدم الوارد أولا صادر أولا أو الوارد أخيرا صادر أولا أو المتوسط المرجح؟ يبقى أنا حيكون عندي الاختلاف في عملية الصادر اللي هو الصرف، لكن ما يتعلق بالوارد لا، ما فيش فيه اختلاف بين الطرق الـ3 لأنه جياني بضاعة من برا بسعرها، بسعر تكلفتها مقيم وجاهز. اللي فيه عندي اختلاف حسب الطرق الـ3 في تقييمه اللي هو المواد المنصرفة للإنتاج، يعني الصادر يعني المصروف، لكن الوارد فيش عندنا اختلاف في الطرق الـ3. في 7/3 بيقول لي من المنصرف يوم 5/3 اللي هن 7000 وحدة تم إرجاع 4000 وحدة للمخزن. الكمية 7000 اللي بعثناها المخزن قال كثيرة، المصنع لقيها كثيرة فأخذ أول 3000 ورجع 4000 وحدة. في 10/3 ورد عندي كمان 2000 وحدة. الـ2000 وحدة اللي جبناهن هذه دفعنا عليهم مصاريف نقل 1000 دينار، ودفعنا عليهم 10% من ثمن شراء رسوم جمركية،
واحنا كنا شاريين الوحدة ب5 دنانير، يبقى مش حتضل تكلفة الوحدة 5 دنانير، لا، 5 دنانير تكلفة الشراء، حيضاف عليها تكاليف النقل اللي هو ال1000 دينار على مجموع الوحدات، وحيضاف 10% من تكاليف اللي هو النقل، اللي هو ثمن جمارك، الثمن الجمارك. يبقى حيكون عندي في الحالة الثالثة اللي هو في عندي تكاليف شراء وتكاليف نقل وتكاليف جمارك، تكاليف شراء وتكاليف نقل وتكاليف جمرك، كل هذه حتضاف، يعني حتصير تكلفة الوحدة مش 5 5 زائد نصيب الوحدة من مصاريف الشراء زائد نصيب الوحدة من الرسوم الجمركية اللي حنحسبهن مع بعض. في 20/3 صرف للإنتاج 5000 وحدة، في 22/3 طلبت المنشأة شراء 4000 وحدة بسعر 5 دينار للوحدة. طبعا انا بيقول لي طلبت، يعني احنا طلبنا لكن لحتى الان ما استلمناش الموعد. المخزن مش هيسجل اي عمليات على طلبيات، المخزن حيثبت عنده الكميات الفعلية اللي تم وصولها واستلامها والتأكد من انها مطابقة للمواصفات. يبقى يقول لي طلبت المنشأة شراء 4000 وحدة، المخزن مش حيثبت شيء في الدفاتر، في دفتر الصنف. امتى حيثبتها في دفتر الصنف؟ يوم ما يتم استلامها، يوم ما توصل عندي بالفعل، ومين المخزن يتفقدها ويتأكد من مطابقتها للمواصفات وانها فيش فيها شي تالف، معناته بعمل لها ادخال، معناته بثبتها في الدفاتر. لكن هو مش حيثبت في الدفاتر شيء احنا طلبناه وما استلمناهوش بشكل فعلي. في 22/3 كنا طلبت المنشأة هذه بنسجلهاش، بنسجلها يوم ما يقول لي استلمتها أو وردت للمنشأة. في 25/3 صرف للإنتاج 1000 وحدة، طبعا مش هيديني تكلفة الصرف، أنا اللي بجيبه من خلال التكاليف الموجودة عندي حسب السياسة اللي بستخدمها. في 30/3 وردت الكمية اللي طلبناها في 22/3، الآن بنسجل 4000 وحدة. طب حنسجلهن بأي سعر؟ 5؟ لا، ما هو احنا شرناهن ب5 لكن دفعنا عليهن مصاريف نقل، وفي جزء منهن انفقد من السواق في الطريق، ما احنا مش حنثبت ال4000 وحدة، لانه مش ال4000 ما وصلنيش بالكامل، في انفقد منهن 200 وحدة، يعني اللي حيوصل المخزن بشكل رسمي حقيقي وحيستلمه اللي هو أمين المخزن حيكون 4000 ناقص ال 200 اللي انفقدوا من السواق، يعني أنا حاستلم فعليا بس 3800، والسعر حيكون ال5 دينار للوحدة زائد اللي هو نصيب كل وحدة من مصاريف النقل. إيش المطلوب هنا؟ المطلوب تصوير صفحة الصنف صاد بدفاتر أستاذ المخزن حسب طريقة الأول في الأول اللي هو فايفو، الأول في الأول اللي هو فايفو. طيب، زي ما احنا شايفين شكل اللي هو صفحة الأستاذ، اللي هو في عندي الرقم ميم مسلسل، يعني كل عملية لها رقم. بعد هيك بيجي عندي عمود للتاريخ، كل عملية بنسجلها بتاريخها. بعد هيك بيجي عندي عمود للبيان بنسجل فيه اللي هو هل العملية رصيد ولا عملية وارد ولا عملية صادر. وهنا في عندي خانة كبيرة للوارد، وخانة الوارد بنسجل فيها أو بنقسمها ل3 أعمدة، عمود خاص بالكميات وعمود خاص بالسعر وعمود خاص بالقيمة. القيمة عبارة عن الكمية ضرب السعر، الكمية ضرب السعر بيعطيني القيمة. والصادر نفس القصة، بتقسم ل3 اللي هي أعمدة، عمود خاص بالكمية، عمود خاص بالسعر، عمود خاص بالقيمة، القيمة اللي هي عبارة عن الكمية ضرب السعر. وفي عندي العمود الأخير أو الخانة الأخيرة فيها 3 أعمدة أو خاصة بالرصيد، وبتتكون من كمية وسعر وقيمة، كمية وسعر وقيمة. هاي اللي هو الشكل صفحة الصنف في دفتر أستاذ المخازن. تنجي عندي أول عملية اللي كانت اللي هي في 3/2/3، كانت عمل أو في 1/3 اللي هي الرصيد. قال لي في عندي رصيد 5000 وحدة، كل وحدة تكلفتها 4،
يقبل 5000 ضرب 4 بتكون القيمة اللي هو كم؟ 20,000 دينار. القيمة بتكون 20,000 دينار اللي هو 5 في 4. طبعا بما أنه سجلت العملية رصيد يعني وارد، بحيث تسجل تحت خانة الوارد معناته الصادر مش حيتسجل فيه حاجة، إنه العملية يا صادر يا وارد، بنفعش أسجل في الصادر وبسجل في الوارد، لا، بما أنها عملية واردة معناته الصادر هنا ما بيكون فاضي، ما بيكونش في حاجة. شو حيصير عندي في خانة الرصيد؟ حيكون الكمية 5 ضرب السعر 4 20,000، يعني المجموع تاعهن 5000 ضرب 24,000 في اللي هو خانة الرصيد. نشوف العملية اللي بعدها اللي هي عملية اللي هو 3 3، بيقول لي ورد عندي 3000 وحدة بسعر 5، 3000 وحدة بسعر 5. في الوارد حنسجل 3000 وحدة في 5، السعر حتطلع اللي هو 15,000، حتطلع ال 15,000. شو حيصير عندي في الصادر؟ طبعا مش حنسجل حاجة لأن هذه العملية واردة. شو حيصير عندنا الآن في الرصيد؟ الرصيد أصبح عندي موجود كميتين، كمية قديمة 5000 وحدة بسعر 4 ومجموعهن طلعوا 25,000، والكمية الجديدة اللي هو 3000 بسعر 5 فبطلع 15,000. يعني مجموعهن 8,000، لكن فيش إلهن سعر موحد لأن هذه عبارة عن كميتين كل كمية إلها سعر. 5000 الأولى بسعر 4 و3000 الثانية بسعر اللي 5، لكن ممكن أجمع المجموع لأن المجموع الأولى كان 20,000 والمجموع الثاني 35,000، بنقدر نجمعهن. يعني الكمية الإجمالية 8,000، القيمة الإجمالية اللي هو 35,000. نجي اللي هو الجزئية أو البند الثالث اللي صرفنا للإنتاج 7000 وحدة. 7000 وحدة معناته إحنا بنشتغل حسب طريقة الأول في الأول، يعني الكمية القديمة هي اللي حطلع منها، وبالتالي 7000 حأبدأ آخر من الكمية القديمة. قديش الكمية القديمة اللي عندي؟ 5000 وحدة. حناخذ 5000 وحدة القديمة في الأول ونرسلها للمصنع. هناخذ ال5000 اللي بسعر 4، أنا المطلوب عندي 7000، معناته الكمية القديمة ما كفتش، حناخذ 2000 من ال3000 الجداد. يبقى الكمية الصادرة حتكون عبارة عن 7000، ال5000 الكمية القديمة وال2000 وحدة الكمية الجديدة. يبقى الصادر حيكون 5000 بسعر 4 اللي هو 20,000 وال2000 بسعر 5 10,000. شو صار الآن في الرصيد؟ الرصيد اللي كان فيه 8000 وحدة طلعنا 5000 وطلعنا 2000، يعني حيظل عندي 1000 وحدة. 1000 وحدة بالسعر الجديد اللي هو 5، يعني 1000 في 5 ب5000 دينار. يبقى هي الرصيد اللي أصبح عندي. الآن حنيجي للعملية اللي بعدها، عملية الإرجاع، اللي هو لأنه أنا ال7000 اللي طلعناهن رجع منهن أو المصنع لقيهن كثار فرجع منهن 4000 وحدة. ال4000 اللي حيرجعوا عبارة عن أول 2000، آخر 2000 طلعوا، و2000 من الكمية القديمة. يبقى ال2000 اللي بخمسة حيرجعوا بالكامل، ومن ال5000 اللي بسعر 4 حيرجع عندي 2000. يبقى ال4000 اللي هترجع مش حتكون من الكمية القديمة، لا، حتكون ل2000 اللي آخر 2000 طلعوا اللي هم بسعر 5، و2000 من الكمية اللي قبليها اللي هو بسعر 4. يقبل المرجع حيكون، لكن أنا حرتبهم حخلي السعر القديم دائما فوق. يقبل الإرجاع حيكون 2000 ب4 قيمتهم 8000، و2000 في 5 قيمتهم 10,000. أنا اللي هو المرجع. المرجع طبعا بين قوسين بتصدق بتسجل في خانة الوارد، المرجع بتسجل في خانة الوارد، والمصروف بتسجل في خانة الصادر. شو حيصير عندي الآن في الرصيد؟ رجع عندي 2000 بسعر 4، فحيكون الرصيد اللي هو 2000 بسعر 4 8000، وال2000 اللي بسعر 5، وفي عندي 1000
المخزن ضايل بسعر 5، يعني 2000 في سعر 5 و1000 بسعر 5 يعني نفس السعر، معناته بجمعهم مع بعض معناته بصير عندي 3000 بسعر 5، يعني القيمة تاعتهم 15000. 15000. الآن كل اللي في المخزن حيكون عبارة عن 5000 وحدة، ما فيش إلين سعر موحد لأنهن بسعرين، كمية منهن بسعر 4 وكمية ثانية بسعر 5، لكن مجموع قيمة المواد الصنف اللي موجودة في المخزن 23000 دينار، اللي هو 8000 زائد 15000. حنجي للعملية اللي بعدها تاعت اللي هو 15 3، ورد 2000 وحدة. ال2000 وحدة اللي وردوا عندي هنا في كان عليهم مصاريف نقل وكان عليهم مصاريف جمرك، كان عليهم مصاريف نقل وكان عليهم مصاريف جمرك، وبالتالي السعر كان ب5000 بخمسة للوحدة، حنضيف عليها نصيبها من النقل ونضيف عليها نصيبها من الجمرك، حنضيف عليها نصيبها من النقل ونضيف عليها نصيبها من الجمرك. نرجع عليها على المدى عشان نشوف كيف حسبناها وكيف طلعت عندي اللي هي مصاريف التكلفة الوحدة 6000 دينار. نرجع شوية على اللي هو المثال. هاي عندي اللي هو في 10/3 بيقول لي ورد للمنشأة 2000 وحدة عليهم مصاريف نقل 1000 دينار، و10% من مصاريف النقل اللي هي 10% من ثمن الشراء رسوم جمركية، وسعر الوحدة 5 دنانير. الآن تكلفة الوحدة حتشمل 3 شغلات، سعر شرائها 5 زائد نصيبها من مصاريف النقل زائد نصيبها أو اللي بخصها من مصاريف الجمارك. طيب احنا 5 دفعنا على الوحدة، يبقى أنا عندي هنا مجموع الوحدات 2000 وحدة، كل وحدة شريناها ب5، يعني احنا شاريين بضاعة أو مواد من الصنف صاد قيمتها 2000 الإجمالية، 2000 وحدة، كل وحدة سعر 5، يعني حتطلع القيمة الإجمالية 10000 دينار. 10000 دينار حندفع عليهم 10% جمرك، 10% من 10000 دينار يعني حدفع 1000 دينار جمرك، وحأدفع كمان 1000 دينار اللي هي مصاريف نقل. يبقى حتصير التكلفة الإجمالية اللي عندي ثمن الشراء 10000 زائد مصاريف نقل 1000 زائد مصاريف جمرك 1000، يعني مجموع المصاريف التكاليف الكلية 12000. ال 12000 هذه بخصوا ال 2000 وحدة، يبقى بقدر أطلع تكلفة الوحدة، تكلفة الوحدة حتساوي التكلفة الإجمالية ال 12000 تقسيم ال 2000 وحدة، حتطلع تكلفة الوحدة اللي هو 6 دينار لكل وحدة. 6 دينار لكل وحدة. هنشوفها مع بعض هنا، هنلاقي اللي هو عندي في الوارد 2000 وحدة ضرب 6، أو 2000 وحدة تكلفة الإجمالية إلهن 12000 دينار، معناته حتطلع عندي هنا قديش؟ 6، لأنه 12000 تقسيم 2000 يساوي 6. في الصادر مش حيكون عندي حاجة، شو حيصير عندي في الرصيد؟ الرصيد حيصير الكمية القديمة 2000 بسعر 4 زي ما هي، والكمية اللي بعديها 3000 بسعر 5 والقيمة تاعتهم 15000 زي ما هي، والكمية الجديدة اللي جاتني 2000 وحدة بسعر 6 اللي هو 12000، يعني مجموع الوحدات اللي موجودة في المخزن الإجمالي تاعهم 7000 وحدة، والقيمة الإجمالية تاعتهم 35 اللي هو 8 زائد 15 زائد 12. هاي خلصنا من الوارد 2000 وحدة. الآن في عندي في 2030 بيقول لي صرف للإنتاج اللي هو 5000 وحدة. ال5000 احنا قلنا هنبدأ من الكمية القديمة، هناخد ال2000 هذه، هناخد ال2000، احنا بدنا 5000، هناخد ال2000 هنا وناخد ال3000 اللي هنا، هي ال5000. ال2000 اللي بسعر 4 أخذناها، وال3000 اللي بسعر 5 أخذناها، هنا 2000 في 4 8000، 3000 في 5 15000، يعني المجموع 5000 والقيمة تاعتهم طلعت 23000. شو حيصير عندي في الرصيد؟ الآن ال 2000 الآن راحت بالكامل، وال 3 الآن راحت بالكامل، يعني حيظل عندي الرصيد 2000 في 6 ب 12000.
الآن في عندي عملية كمان صرف 1000 وحدة، صرف 1000 وحدة معناته بده يكون عندي 1000 وحدة، ما فيش في المخزن إلا 2000 بسعر 6، يبقى المصروف حيكون عبارة عن 1000 بسعر 6، 6000، حيظل عندي الرصيد 1000 وحدة ضرب 6 ب 6000 وحدة. الآن في عندي برضو عملية وارد اللي هو اللي حكينا عليها قبل شوية، اللي هي وارد 4000 اللي كانت الشركة طلبها. هذا بدنا نرجع للسؤال عشان نشوف كيف عالجناها بشكل اللي هو جيد. هاي عندي هنا بيقول لي إيش، طلبت المنشأة شراء 4000 وحدة بسعر 5. احنا كنا طالبين 4000 وحدة ومتفقين احنا والراجل انه الوحدة حنشتريها ب5 دنانير، لكن يوم ما وردت الكمية عندي بتاعت 22/3 عند الفحص تبين ان هناك 200 وحدة مفقودة من السائق بالطريق. انا ماليش دعوة في اللي انفقد من السائق، انا حتكلم اقول انا وصلني 3000 وحدة، يعني أنا هحاسب التاجر على 3800 وحدة، لأن وصلوني بس 3800 وحدة. اللي انفقد من السواق يروح السواق يدفع حقه للتاجر، أنا ماليش دعوة فيه، اللي ضيع حاجة بتحملها، لكن أنا بتحمل قيمة المواد الفعلية اللي وصلت عندي. يبقى أنا حتحمل أو أمين المخزن حيسجل الكمية الفعلية اللي وصلته، وهو وصله مش 4000، صح إحنا طلبنا 4000 شلنا 4000، لكن في 200 انفقدوا من السواق، حنعد البضاعة اللي وصلتنا، حنلاقي البضاعة اللي وصلتنا بس 3800، حنسجل في دفاترنا 3800 وحدة. طب ال 3800 وحدة هذه حنضرب الوحدة في كم؟ في 5، يبقى حقول 3800 ضرب 5 حتطلع اللي هو 19000 وكسر، وحاضيف عليها اللي هو 600 دينار اللي هو مصاريف النقل، وحنقسم المبلغ الإجمالي اللي طلع اللي هو 19200 حنقسمه على 3800 وحدة، حتطلع عندي تكلفة الوحدة. يبقى أنا هنا حيورد عندي، حيكون عندي في الوارد 3800، القيمة الإجمالية تاعت اللي هو 19760، تنقسم القيمة الإجمالية على الكمية البضاعة اللي وردت عندي، حتطلع تكلفة الوحدة 5.2، صح؟ أنا شريتها بخمسة، لكن بعد ما دفعت عليها تكاليف النقل وضيفت لتكلفة شرائها أصبح تكلفة الوحدة 5.2. في الصادر مش هيصير في حاجة، هنشوف الرصيد، الرصيد كان في عندي 1000 بستة، الآن هيصير في الرصيد 1000 وحدة بسعر 6، وفي عندي بضاعة جديدة 3800 بسعر 5.2، مجموعهن 4800 وحدة قيمتهن 25760. الآن في عندي هيك بنكون تقريباً بنرصد اللي هي عملية الرصيد هنا، تجميع للأعمدة اللي عندي هنا، ومش كتير احنا بهمنا. نشوف المثال اللي بعده، مثال 6 على نفس الفكرة ونفس الطريقة ونفس النظرية، اللي هي الوارد أولا صادر أولا. في مالي حركة الصنف سين في منشأة الوسام الصناعية عن شهر أبريل، في 1/4 ورد للوحدة 2000 وحدة، المنشأة 2000 وحدة بسعر من الصنف سين و1000 وحدة من الصنف صاد، وبلغت مصاريف نقلهم 600 دينار توزع بين الصنفين بنسبة 2:1، وكان سعر شراء الصنف سين 5 دنانير وسعر شراء الصنف صاد 8 دنانير. أنا إيش المطلوب عندي في السؤال هنا؟ قلنا شريت 2000 وحدة من سين، وشريت اللي هو مجموعة من صاد، وألف وحدة من صاد. التكاليف النقل اللي دفعتها اللي تضاف لتكاليف الوحدات هذه مش حتكون 600 دينار خاصة بصنف منهن، حتكون خاصة بالاثنين، حتوزع بينهن بنسبة 2:1. ايش اللي مطلوب عندي في السؤال هنا؟ مطلوب زي ما احنا شايفين تصوير صفحة الصنف سين،
أنا ماليش في الصنف صاد، ما بدوش بيانات عن الصنف صاد، بده عن الصنف سين، لكن أعطانا الصنف صاد لأنه بده يتحمل جزء من تكاليف النقل. يعني 600 دينار هاي مش حنحملها للصنف سين كلها، حنحملها جزء منها لسين وجزء منها لصاد، جزء لسين وجزء لصاد. أنا كم وحدة من سين عندي؟ 2000، وصاد 1000، يعني السين قد صاد مرتين، وبالتالي قال لي بده يتحمل سين في تكاليف النقل نسبة 2:1، فبالتالي 600 دينار هذا حتوزع بين سين وصاد، سين حياخذ 2 منها ما نسبته 2، وصاد حياخذ 1، يعني سين حيكون نصيبه من تكاليف النقل 400 دينار، وصاد حيكون نصيبه من تكاليف النقل 200 دينار. يبقى انا عندي حتكون تكلفة الصنف سين هو 2000 وحدة، وسعر الشراء 5، لكن حيضاف عليه ايش؟ 400 دينار. يبقى تكلفة سين حتكون، نجمع كل كمية سين 2000 وحدة ضرب 5، يعني 10,000 دينار، وحيضاف عليهم مصاريف نقل 400 دينار، يعني التكلفة الكلية لسين حتطلع 10,400 دينار. 10,400 دينار هذول بخصوا 2000 وحدة، معناته الكمية اللي وردت 2000 وحدة، القيمة الإجمالية 10,400 دينار، يعني حتكون تكلفة الوحدة من سين اللي هو 10,400 تقسيم اللي هو 2000، حتطلع 5.5. الحين حنشوف مع بعض قديش حتكون اللي هو تكلفة سين. يبقى هاي عندي الوارد 2000 وحدة في سعر 5.2، القيمة قلنا 10,400، حتطلع عندي اللي هو في الصادر فيش حاجة، يعني في عندي 5,000 في الرصيد، في 5.2 10,400. بنجي للعملية اللي بعدها، العملية اللي بعدها شو كانت بتقول لي؟ نرجع على السؤال. في العملية اللي بعدها بيقول لي هنا في 5/4 أو 4/5 ورد 1000 وحدة بسعر 6 دينار. أنا شريت 1000 وحدة، كل وحدة شاريها ب6 دنانير، لكن دفعت مصاريف نقل 160 دينار، وعند إدخال البضاعة إلى المخزن تلف منها 200 وحدة. هي تلفت مني أنا، ما تلفتش من السواق عشان أحملها للسواق، ولا انفقدت في الطريق نحملها للسواق، لا، والعمال تعوني بيدخلوها. يعني أنا استلمت الكمية كاملة 1000 وحدة، لكن وإحنا بندخل فيها وبنصف فيها في المخزن في 200 وحدة تكسروا. يقبل أنا مش حثبت عندي اللي هي 1000 وحدة، حأثبت تكلفة شراء 1000 وحدة، لكن الكمية السليمة اللي حطل عندي في المخزن عبارة عن 1000 ناقص 208، يبقى الكمية الواردة حتكون 800، لكن التكلفة حتكون عبارة عن 1000، يعني حدفع ثمن 1000 وحدة، 1000 في 6 ب 6000 زائد 160، يبقى التكلفة الإجمالية 6160. 6160 هحملهم على الوحدات السليمة فقط اللي ظلت، يعني مش هحملهم على 1000، هحملهم على 1000 ناقص 208. يبقى عندي أنا هنا الوحدات حتكون عندي، هيكون عندي هنا 800 وحدة قيمتهم الإجمالية 6160، حتطلع تكلفة الوحدة 7.7. شو حيصير في الرصيد عندي؟ في الصادر فيش حاجة، شو حيصير في الرصيد عندي؟ 2000 في 5.2 القديمة، وال800 في 7.7، يعني مجموع الوحدات 2800، القيمة الإجمالية تاعتهم 16,560. في العملية اللي بعدها بيقول لي صرفنا للإنتاج اللي هو قديش صرفنا للإنتاج؟ نرجع على السؤال. صرف للإنتاج 2500 وحدة، يبقى صرفنا 2500 وحدة. احنا بنشتغل طريقة الأول في الأول، يبقى حناخد دايما ناخد الكمية القديمة اللي فوق، يبقى حناخد ال2000 اللي فوق بسعر 5 في الصادر الآن، مش هنحط في الوارد لأنه عملية صرف.
في الصرف هنحط في الكمية الصادر 2000 وحدة في 5.2 هي 10,400، وحناخذ 500 وحدة من 800 وحدة اللي تحت له بسعر 7.7، هناخذ من 500 وحدة في 7.7 3850. ايش حيظل في الرصيد؟ ال 2000 هاي راحت بالكامل، ال 800 هذه اتاخذ منها 500، يعني حيظل الرصيد 300 وحده فقط في سعر 7.7 ل 2320. الان خلصنا العمليه الصرف او الصادر، نرجع نشوف ايش العمليه اللي بعدنا. في 10/4 طلبت المنشاه شراء كذا وحده، ماليش دعوه في اللي طلبت، يوم ما تصلني بسجلها، انا بسجل اللي ورد ما بسجلش اللي انطلب. في 15/4 من الصادر تاع 7/4 تم رد 800 وحدة إلى المخازن. بدنا نرجع 800 وحدة للمخزن، فمعناته حيكون في عندي مرجع. فالكمية اللي هنا اللي طلعت حيرجع منها 800 وحدة. ال 800 وحدة اللي رجعت حيكون أول خمس آخر 500 طلعت حترجع بالكامل 5.5، ولأنها هي موجودة تحت دائما حتظلها مسجلة اللي هي في أسفل، يبقى حيكون عندي 500 في 7.7 لمرجع، وحنرجع من ال 2000 اللي هان 300 وحدة، 300 في 5.2. إيش حيصير في الرصيد؟ الرصيد السعر القديم رجع منه 300 وحدة، 300 في 5.5، والسعر القديم في عندي 300 وحدة ورجع ل 500، رجع عن 800 زي ما كان في الرصيد، هان 800 في 7.7، يعني إجمالي الكمية في المخزن 11100 وحدة، قيمتهم الإجمالية 7720. أنا في يقول لي في عندي بيع 100 وحدة، والداني هان معلومة يضللني، قال لي البيع بسعر أكم؟ يعني تم بيع 100 وحدة لأحد المنشآت بسعر 10 دينار. إحنا المنشأة المخزن ما ببيعش، لكن أنا مليش في السعر البيع، قسم البيع بتحدد، أنا هان بسجل السعر المنصرف بالسعر حسب الطريقة اللي أنا بستخدمها، الأول في الأول والآخر في الأول. أنا عندي الرصيد له قيمتين، قيمة بسعر 5.5 وقيمة بسعر 7.7. أنا بتعامل الآن حسب طريقة الوارد أولا صادر أولا، يعني حطلع الآن بتكلفة اللي هو 5.5، أنا بسجل الآن تكاليف وليس مبيعات. يقبل 100 هنا حتى لو قلب 10، أنا ماليش في سعر البيع، أنا بتكلم هنا على سعر تكلفة، 100 في 5.2 فبطلع 520. شو حيظل في الرصيد؟ 300 اللي هنطلع منه 100 حيظل 200 بسعر 5.5، وال 800 الضايلة زي ما هي بسعر 7.7. نشوف العملية اللي بعدها. في 25/4 ورد 500 وحدة بسعر 7 دينار، يبقى حنسجل عندي هنا وارد 500 وحدة بسعر 7,3500. شو حيصير في الرصيد عندي؟ ال 200 اللي هنا بسعر 5.5 زي ما هي، وال 800 ب 7.7 زي ما هي، وجاني اللي 500 وحده جديده بسعر 7 زي ما هي، فالرصيد اصبح 3 كميات، كل كميه لها سعر بيختلف، لكن المجموع الاجمالي للثلاث كميات 15,000، والقيمه الاجماليه لهن 10,700. نشوف العمليه اللي بعد هيك. تبين في 27/4 تبين الكمية الموجودة في المخازن 1300 وحدة فقط، وتبين سبب هذا النقص هو سرقة 150 وحدة من أمين المخزن، والباقي اللي تلف نتيجة الأمطار. احنا قلنا هنا قديش الكمية اللي عندي الإجمالية في المخزن 1500 وحدة، أجينا نعمل جرب لقينا الكمية اللي موجودة عندي بس في المخزن 1300 وحدة، في الوراق عندي 1500 لكن على أرض الواقع 1300، يبقى في عندي فرق أو في عندي عجز 200 وحدة. ال 200 وحدة هذه فحصنا وحققنا في الموضوع، تبين إنه أمين المخزن سارق منهم 150. اللي سرقوا أمين المخزن بنسميه عجز غير طبيعي، يعني مش نتيجة ظروف ولا مطر ولا تبخر ولا إشي، لا، نتيجة سرقة غير طبيعي بنسجله عجز غير طبيعي. طب واللي تلف نتيجة المطر والرطوبة بنسميه عجز
طبيعي. يبقى هاي المتين وحده 150 من، طبعا احنا حنثبتن كصادر في خانه الصادر لانه عجز بالسعر حسب الطريقه اللي احنا ماشيين منها، واحنا ماشيين حسب الاول في الاول، يعني حنسجل بالسعر مين؟ ال 5.2. يبقى حنقول هاي ال 150 تاعت العجز الغير طبيعي 150 اللي سرقن الحارس في 5.2780، والخمسين الثانية برضو في 5.2. هاي الكمية اللي طلعت عندي يعني. المتين هذه راحت بالكامل. شو ضل في الرصيد عندي؟ 800 في 7.7 و500 في 7. هاي صار الرصيد الدفتري زي الرصيد الفعلي، هو 1300 وحدة بسعر طبعا مختلف لأنه في عندي قيمتين للمخزون. هيك بنكون خلصنا طريقة الأول في الأول. الآن نجي للطريقة الثانية، طريقة الأخير في الأول. حتختلف اختلاف بسيط عن الطريقة الأولى، أنه أنا مش حقيم من، مش حبدأ الصادر بالسعر القديم اللي موجود أقدم شيء في المخزن، لا، أحدث كمية وصلت هي اللي حنطلع منها، وبالتالي دائما حيكون السعر الأخير هو سعر الصرف وليس السعر القديم. طيب نشوف هنا المثال اللي عندي هنا في الكتاب. اداني مثال، اي عندي حركة الصنف لا في منشآت كذا كذا، في 1/3 في عندي رصيد 3000 وحدة بسعر 3 دنانير للوحدة، في 5/3 ورد عندي 100 وحدة بسعر 3.5، في 7/3 ورد للمنشأة 200 وحدة بسعر 3.5، وتحملت المنشأة طبعا اللي هي مصاريف جمركية ومن ومصاريف نقل من القيمة، في 10/5 صرف للإنتاج 1400 وحدة، في 12/5 تم إرجاع اللي هو 500 وحدة للمخازن، في 15/5 طلبنا شراء 600 وحدة بسعر 6، طبعا لسه مجوش مش حتتسجل لما تصل، في 20/5 وردت الكمية السابقة لسنة هذه 600 وحدة، في 25/5 صرفنا الانتاج 1500 وحدة، في 30/3 الكمية اللي انصرفت يوم 25/3 تم إرجاع 600 وحدة، وأنا في 31/3 تم بيع 100 وحدة بسعر 3 دينار للوحدة. إلا نفس المعطيات اللي قبل، ما فيش أي اختلاف في الحساب. هنا أول وحدة هنا اللي تاعت 7/3 هذه اللي هنا اللي هي طلب أشارت 200 وحدة بسعر 3.5 ودفعت مصاريف جمركية 5%، يعني كم حتصير تكلفة الوحدة؟ أنا عندي قدي شريت عندي هنا، شريت ولد للمنشأة 200 وحدة، 200 ضرب 3.5 يعني قيمتين 700 دينار، وعليهم 5% جمرك، 700 ضرب 5% بيطلع 35 دينار، وفي عندي مصاريف نقل 65 دينار، يعني مجموع التكاليف 800 دينار. 800 دينار القيمة الإجمالية على 200 وحدة، بيطلع تكلفة الوحدة الواحدة اللي هو 4 دنانير، 4 دنانير. هاي عندي اللي هو حركة اللي هنا، حيكون عندي أول عملية الرصيد اللي هو قديش عندي 2000 ضرب 3 بيطلع 6000 وحدة، في الصادر بنحطش حاجة، في الرصيد هنا 2000 في 3 ب 6000 وحدة. في عندي هنا اللي هو الآن في 5/3 ورد، في 3/5 ورد أكم 2000 وحدة بسعر 3.5، 100 وحدة بسعر 3.5 بطلع 350 دينار. الرصيد حيصير عندي كميتين، الكمية القديمة 2000 بسعر 3 والكمية الجديدة اللي هو 100 بسعر 3.5. في الوارد فيش اختلاف بين الطريقتين، الاختلاف حيكون في الصادر زي ما حنشوف مع بعض. في 7/5 ورد 200 وحدة اللي حسبنا وطلع تكلفة الوحدة 4، لأنه كان عندي سعرها 3.5، 3 وضفنا عليها مصاريف جمرك وضفنا عليها مصاريف نقل، صارت كميتها الإجمالية 800 وحدة دينار على 200 بيطلع اللي هو 4. حيصير الرصيد عندي 3 كميات، 2000 في سعر 3 و100 بسعر 3.5 و200 بسعر 4، يعني مجموعهن اللي هو 2300 وحدة. الآن بيقول لي في صرف،
بدي أصرف 1400. زمان كنا ناخذ في الصرف في الصادر من الكمية القديمة، لأن أنا كنت أشتغل حسب طريقة الوارد أولا صادر أولا. اليوم لا، حنشتغل العكس، يعني حناخذ من مين؟ من أحدث كميات، آخر كميات أجت على المخزن هي أول كميات حنبعثها للتصنيع، وبالتالي حيكون في عندي الآن في الصادر حنبدأ بالكمية الحديثة اللي جتنا حديث، يبقى حناخذ 200 في 4، هي 800 الأولى خلصناها، يبقى الآن حيكون الصادر من تحت مش من فوق، وحناخذ بعدها كمان 100 اللي بسعر 3.5. طب أنا بدي 1400، أخذت 200 وأخذت 100، حيظل عندي من الكمية القديمة اللي هو 1100 دينار، 1100 وحدة بسعر 3، هاي 1100 ب 3، 3000، وهي ال 1400. شو حيظل عندي الرصيد؟ ال 200 هذه بالكامل تم اخراجها، وال 100 هذه تم اخراجها، للفين اللي هان اخذنا منهم 1100، انا حيظل عندي 900 ضرب 3. هاي الاختلاف الوحيد بين الطريقتين. الارجاع في عندي ارجاع 500 وحده، الارجاع طبعا من اخر كميه طلعت اللي هي 1100. نفس الطريقه دائما الارجاع بيكون من اسفل اللي هو اخر كميه طلعت. ال 1100 وحدة بسعر 3 هي اللي حيرجع منها 500 بسعر 3 اللي هي 1500 وحدة. شو حيصير في الرصيد الآن؟ حيصير في عندي الرصيد اللي هي كان في عندي 900 بسعر 3 ورجع عندي 500 بسعر 3، يعني حيصير عندي الرصيد 500 زائد 900 1400 بسعر 3. الآن ورد عندي 600 وحدة بسعر 6، 600 في 6 ب 3600. شو حيصير في الرصيد؟ حيصير في كميتين، الكمية القديمة 1400 بسعر 3 والكمية الجديدة اللي هو 600 بسعر 6، مجموعهن اللي هو 2000 وحدة ولهن قيمة. الآن بيقول لي صرفنا 1500 وحدة في الصرف، قلنا لأنه أنا ماشي طريقة الأخير في الأول، حنبدأ اللي هو من تحت، يبقى حناخذ ال 600 وحدة اللي بسعر 6 في الأول حنبعثن، ونكمل من الكمية القديمة اللي فوق اللي هو 900 وحدة بسعر 3. شو حيصير في الرصيد؟ السعر الحديث ثاني خلص، وال 1400 اللي أنا أخذنا من 900 حيظل منهن فقط 500 وحدة. الآن في عندي إرجاع 600 وحدة، يبقى الإرجاع حيكون من الكمية آخر كمية تحت اللي من 900، 600 في 300 1800. شو حيصير في الرصيد؟ الرصيد عندي هان كان 500، حيصير 500 زائد 600 1100. بيع، انا ماليش في سعر البيع، البيع صادر، انا حاشتغل على الكميات اللي عندي لانه في المخزن قيمته بس 3، فهيكون صادر 100 وحدة في 3 300 وحدة، وهيك بنكون خلصنا الطريقة الأولى، الوارد أولا صادر أولا، وخلصنا الطريقة الثانية اللي الوارد أخيرا صادر أولا. وشوفنا أن الاختلاف بين الطريقتين بيكون فقط في تقييم الكمية المنصرفة يعني في الصادر، لكن الوارد ما فيش عندي أي اختلاف. في عندي الآن اللي هو الطريقة الثالثة اللي هي طريقة المتوسط المرجح. المتوسط المرجح هذه بتقوم على فكرة الجمع بين الطريقتين، بيقول لك أنا ليش مرة آخذ من فوق في طريقة الوارد أولا صادر أولا، ومرة آخذ من تحت اللي هو الوارد أخيرا صادر أولا؟ لا، أنا بجمع المخزون كله مع بعضه وبعمل له السعر المتوسط، والصادر بحسبه من سعر المتوسط. طبعا هي طريقة سهلة وطريقة اللي هي عملية بدرجة أكبر، وما بتحتاجش إنك أنت تقسم المخزون كميات وكل كمية إلها سعر، لا كله بصير إيش خريط يعني مخلوط مع بعضه له قيمة واحدة. طبعا كيف بدي أجيب المتوسط المرجح؟ تكلفة الكمية الموجودة الكمية القديمة زائد تكلفة الكمية الواردة الجديدة، نجمعهن مع بعض وبنقسمهن على الكمية الموجودة زائد الكمية الواردة، يبقى تكلفة تقسيم كمية، تكلفة الاثنين اللي فوق على كمية الاثنين اللي تحت بيطلع عندي اللي هو المتوسط. يعني عندها المثال بيقول لي بلغت تكلفة الكمية الموجودة 9000 وحدة، وتكلفة الكمية الجديدة الواردة 5000 وحدة،
والكمية الموجودة كانت 1500، والكمية الواردة 2001. نجمع التكاليف اللي فوق، تكلفة 9000 زائد 5000 بيطلع لنا 14000، والكميات اللي تحت 1500 زائد 2000 بيطلع 3500. 14000 على 3500 4 دنانير. يبقى هنا الأربع دنانير هي المتوسط المرجح اللي حنسجل فيه قيمة أو تكلفة الكميات المنصرفة اللي هي الصادرة. نشوف مثال 11 في الكتاب اللي هو صفحة 149. ادانا حركة الصنف صاد عن شهر يناير 2010 لشركة الشروق الصناعية. في 1/1 كان الرصيد صاد 800 وحدة بسعر 1 دينار، وصنف عين 500 وحدة بسعر 2 دينار. في عندنا 3/1 ورد 1200 وحدة بسعر 2 دينار. أنا بس محتاج الصنف صاد، مش محتاج الصنف عين. في 10/3 صرف 500 وحدة للإنتاج. في 17/1 ورد 2500 وحدة بسعر 2.24 دينار للوحدة. في 20/1 صرف 1000 وحدة للإنتاج. في 25/1 ورد 2000 وحدة بسعر 4.5. في 30/1 صرف 2700 وحدة للإنتاج. طبعا مطلوب تصوير بطاقة الصنف صاد بدفتر الأستاذ حسب طريقة المتوسط المرجح. نشوف عندي هان في الأول كان في عندي أول عملية كان في 800 وحدة بسعر 1، القيمة 800. في الصادر فيش حاجة، ففي الرصيد 800 في 1 800. طب نشوف العملية اللي بعدها، ورد 1200 وحدة بسعر 2، يقبل القيمة تعدتين 1200 في 2 2400. شو حيصير في الرصيد عندي؟ ال 800 القديمة بسعر 1 800، والكمية الجديدة 1200 وحدة بسعر 2 2400. الكمية الإجمالية أصبحت كم؟ 800 زائد 1200 2000 وحدة، والقيمة الإجمالية 800 زائد 2400 3200. حنقسم القيمة الإجمالية اللي بتشمل اللي هو التكلفة القديمة زائد التكلفة الجديدة على الكمية الإجمالية اللي هي بتشمل الكمية القديمة زائد الكمية الجديدة. يبقى حنقول 3200 تقسيم 2000 حتطلع 1.6. مش هنقول في الصادر تكلفة قديمة سعر 1 ولا تكلفة جديدة بسعر 2، لا، في عندي أصبح سعر متوسط اللي هو 1.6، في عندي متوسط مرجح اللي هو 1.6. أي كمية منصرفة الآن حتسجل أو تقيم من خلال اللي هو السعر المتوسط المرجح. هنا قال لي صرفنا للإنتاج 500 وحدة، مش هاخد من فوق ولا هاخد من تحت، هاخد من الألفين اللي هنا بسعر 1.6 المتوسط المرجح. يبقى الصادر حيكون كمية واحدة دايما وبسعر 1. يبقى حيكون عندي هنا في الصادر 500 وحدة في 1.6 اللي هو المتوسط المرجح، حتطلع عندي 800 دينار. 500 في 1.6 800 دينار. شو حيصير في الرصيد؟ ال 2000 وحده اخذنا منهن 500، حيظل عندي 1500 دينار وحده في 1.6، يعني 2400 دينار. 2400 دينار. الان كل عمليه وارد حيتغير المتوسط المرجح. الوارد حيأثر على انه يغير المتوسط المرجح. الان اجاني 2500 وحده. ال 2500 وحدة هنا بسعر 2.24، هنا مش صفر، هنا في ايش؟ هذه فاصلة بوينت 2.24. القيمة تعدتن 5600 دينار. شو حيصير في الرصيد عندي هنا؟ حيصير الرصيد عندي كان 1500 في 1.6 اللي هو 2400، وجاني 2500 في 2.24 اللي هو 5600، يعني مجموع الكميات أصبح 4000 وحدة، في المجموع القيم الجديدة أصبح 8000 وحدة. 8000 تقسيم 4000 يعني حتطلع تكلفة المتوسط المرجح للوحدة 2 دينار. الآن أي عملية صادر حتتاخذ من 4000 وحدة وبسعر 2 دينار. قال لي في الآن صرف 1000 وحدة، يبقى حنعمل الصرف من الكمية اللي هنا وبسعر المتوسط المرجح الجديد
1002 ب 2001، شو حيصير في في الرصيد؟ حيصير ال2000 الكميات القديمة بنساها، حيصير عندي 3000 وحدة بسعر 2000 دينار للوحدة، يعني 6000 دينار. هاي في عندي عملية وارد جديد اللي هو 2000 وحدة بسعر 4.5 للوحدة، يعني 9000 دينار الكمية. الآن المتوسط المرجح حيتغير، شو حيصير المتوسط المرجح؟ نشوفه مع بعض. أنا عندي هنا كان 2000 وحدة، كان عندي 3000 وحدة بسعر 2، وجاني 2000 وحدة بسعر 4.5. الكمية الإجمالية صارت 3000 وحدة، والقيمة الإجمالية صارت قديش؟ 6 و9، اللي هي هذا الرقم مش مزبوط، هنا الرقم 15000. 15 هذا الرقم، أي 15000، 6 زائد 6 15000. ال 15000 تقسيم ال 5000 حيطلع عند المتوسط المرجح 3 دينار للوحدة. يقبل أي عملية صرف الآن حتتم من خلال المتوسط المرجح الجديد اللي هو 3 دينار للوحدة. قال لي في صرف 2700، حنقول 2700 ضرب 3 المتوسط المرجح 8100. شو حيظل في الرصيد؟ 5000 ناقص 2700 2300 وحدة، في 3 ب 6900 وحدة. وهيك بنكون خلصنا الطريقة الثالثة، طريقة المتوسط المرجح، اللي هي بتعمل متوسط واحد للكميات، لأسعار الكميات الموجودة في المخزن، وبتم تقييم المنصرف من خلال المتوسط المرجح. وزي ما بينا المتوسط المرجح بتغير مع كل عملية وارد، بتغير مع كل عملية وارد. هذا بالله التوفيق، أتمنى لكم التوفيق، وبنكون خلصنا الفصل الرابع اللي هو تقييم المواد المنصرفة من المخازن.